يوم الختامي الكبير، يوم من أيام المرموم الذهبية، يوم من أيام تحفة ميادين الرياضة العربية، يوم من أيام النجوم، يوم من أيام الأبطال. هذه إذن مشاهدينا الكرام انطلاقة ثاني أشواطنا، وسيف وشوط مليوني أيضا، سيف وشوط مليوني أيضا لأبناء القبائل في هذه الانطلاقة. شوط للزمول مفتوح مشاهدينا الكرام، يشارك في هذا الشوط حوالي 19 بعير مرشح للناموس، مرشح للإنجاز، مرشح لانتزاع المراكز الأولى. هذه بداية 8 كيلومترات مشاهدينا الكرام، وها نحن نتجه مباشرة لإذاعة المركز الأول من هذه الزمول، فحول مستقبلية رياضة الآباء والأجداد. مهاجر يحتل مقدمة الشوط للسيد محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي، يقود هذه المسيرة من الزمول، ويليه في ثاني المراكز يأتي مشاهدينا الكرام هملول للسيد عتيج بن مطر الكبيسي، المركز الثالث الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وفي المركز الرابع رياض للسيد صالح بن حمد بن مقارح المري، وفي المركز الخامس الهارب لعلي بن مانع بودواس العجمي. هكذا مشاهدينا الكرام ينطلق أول مراكز ذهبية خمسة من الزمول مرشحة مشاهدينا الأعزاء لخطف السيف والمليون في هذا الصباح المليوني الجميل في يوم ختام 2012، الختام التاريخي، الختام الذهبي الذي ظهرت به الأسماء بكل قوتها وزخرت به الشعارات وظفرت برموز الذهب. هكذا مشاهدينا الكرام نعود إلى مقدمة هذا الشوط، لنعود إلى هملول للسيد عتيج بن مطر القبيسي الذي يتولى عملية قيادة الزمول في هذا الشوط ويسيطر على مجرياتها. وإنما في المركز الثاني الساعي مكمل نصاب هذا الشوط من خلال رقمه الموجود، وهو يبحث ويسعى عن إنجاز تاريخي بيحققه مثل ما حققه أبوه الساعي من سلالة طيبة. والساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، يليه في المركز الثالث مشاهدينا الكرام مهاجر للسيد محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي. وننتقل إلى هجام، هجم هجام على مقدمة الشوط للسيد سالم بن سيف بن علي بن كليب الاجتبي. هناك رباعية أيضا تهجم من الزمول على المركز الخامس، يقودها الهارب من دولة الكويت الشقيقة، يحتل خامس المراكز للسيد علي بن مانع بودواس العجمي. في هذه اللحظات نرحب بضيوفنا، دابان يتسلل كالداب العملاق كالثعبان صاحب بندقية شحانية قطر وصاحب خنجر جائزة زايد الكبرى طيب الله ثراه وصاحب التاريخ المشرف، دابان للسيد سيف بن علي بن كليب الاجتبي، سيف بن علي بو ظفيرة العامري. هذه إذن مشاهدينا الكرام أسماء ذكرناها خمسة من الزمول، لكن هناك المزيد من الأسماء، هناك الكثير من الأسماء، حيث هذا الشوط يحتوي على 19 شعار مشارك. نخبة زمول أبناء القبائل في هذا الموسم انطلقت بهذا السيف وجائزته القوية ليبحثون عن اسم جديد من الزمول يعد ويضاف إلى سجلات الزمول الذهبية في مواسمنا السابقة. الكل تابع برنامج تحديات الختامي، وكيف كان عبد الرحمن أحمد أمين
يقدم الأسماء اللي حققت الرموز في السنوات الماضية، فأكيد سيكون هدفا هذا الرمز للذكريات الجميلة. يعني إن كان لك رمز بتلقى اسمك في شوط الزمول في تحديات الختامي 2013 مترخ ب 2012، بيكون لك حامل لقب، حامل لقب، بتكون حامل لقب كبير، لقب غير عادي، لقب في أرض آل مكتوم الكرام، في أرض الإمارات الطيبة الحبيبة، في هذا الميدان التحفة الجميلة اللي أمر به سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. هكذا مشاهدينا الكرام نعود إلى هملول وإلى مقدمة هذا الشوط لعتيج بن مطر القبيسي الذي يسيطر على زمام الأمور، يقود الزمول. وعلى فكرة التعليق على الزمول ممتع، لذلك أنا هادي شوي هادي شوي. الخبير فايز بن غفان أكثر من جرب أشواط الزمول، وذلك يشرفنا جميعا أن نعلق على فحول مستقبل رياضتنا العربية الأصيلة، والكل يستحق ذلك. بنوك الإنتاج، ماركات الذهب اللي تواصل المسار، تواصل الانطلاق على أرضية ميادين السباق هملول. مشاهدين الأعزاء، للسيد عتيج بن مطر القبيسي في مقدمة الشوط بندائنا الثالث يأتي ثانيا. هجام، هجم هجام، وننتظر الهجمات الأخيرة من هذا المهاجم الخطير للسيد سالم بن سيف بن علي بن كليب الاجتبي. وهناك سلسلة من الإنجازات لهجام، حاصل على الشداد الذهبي في الوثبة، حاصل على الشلفة في الشحانية، يعني تاريخه مشرف، تاريخه مشرف. المركز الثالث بيهاجر للمدام. هناك مهاجر، هناك مهاجر ايضا، مثل ما هجام ورعيبون المدام والناموس، ومثل ما ايضا نعم الغربية متواجدين، ومثل ما المركز الثالث بدأت الانطلاقات. بدأ مهاجر يهاجر السيد محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي مشاهدينا الاعزاء. وايضا يا بن بيشان يا بن بيشان يا الساعي، اسعى يا الساعي، اسعى والله معاك وجماهيرك معاك، وجماهير هذه السلالة تشجعك وترشحك. الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. هدرت الزمول، هدرت الزمول. الله يذكرك بالخير يا كبيرنا سالم عمر، ذكرك الله بالخير يا أبو عمر، كان لك تاريخ مع الزمول في التعليق. تحية لك عبر الهواء مباشرة، تحية لعملاق مثل سالم عمر العامري. نعود إلى المركز، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي في المركز الرابع، والساعي. وفي المركز الخامس يأتي الهارب من الكويت، ميدان الشهيد، ينتظر يا بن مانع، يا علي يا بن مانع، يا بن دواس يا العجمي، ينتظر رمزه. ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح طيب الله ثراه، ينتظر رمز. حرك يا ابو دواس. هذا البعير ايضا له انجازات، له تاريخه، حاصل على كأس ختام الكويت. الله، واخذ له مركز اول في شوط رئيسي في ميدان الوثبة، تاريخ مشرف. وصلت الزمول، وصلت الزمول، رياض 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 رياض، للسيد صالح بن حمد بن مقارح المري قادم هذا الكبير، هذا العملاق. رياض رياض رياض، الرصيد أربع سيارات، أكيد عنده بطاقة فيزا، عنده بطاقات الفيزا والماستر كارت والأمور الضخمة هذه، ما أعرفها أنا، لكن يقولونه، يقولون اللي أكثر من أربع سيارات عندها الأشياء. وهذا هو رياض. ومهاجر يغير مقدمة الشوط مشاهدينا الكرام، ينظر إلى منصة ميدان المرموم، يتجه إلى السيف، سيف سيف. حركوا الزمول يا أهل الزمول، حركوا الزمول يا أهل الزمول، والله اللي انطلقت الزمول، والله اللي اندفعت الزمول، الزمول الزمول. يا سلام يا سلام يا سلام، مهاجر والهارب، علي بن مانع، بودواس العجمي، وصل وداع،
ليودعنا لسعادة الفريق. مصبح بالراشد الفتان مشاهدينا الكرام، ها هو وداع يخطف مقدمة الشوط، ينتزع الصدارة. وداع حاصل على الخنجر في جائزة زايد الكبرى، طيب الله ثراه. مركز ثاني على الخنجر في ختام المرموم 2011، له عدة نتائج أولى في السباقات. ها هي الألف ومئتين، وين المضمرين؟ سيف الزمول، سيف الزمول يا بن بيشان، يا أبو رايد، يا المضمرين، يا أبو دواس، يا ساري، يا المطيوعي، الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قدم تقدم وقدم إلى مقدمة الشوط. وداع وداع لبرايد لسعادة الفريق. مصبح بالراشد الفتان، مصبح بالراشد الفتان. أصبحنا بالخير يا برايد، أصبحنا بالخير. والساعي الساعي يبحث عن التتويج، يبحث عن الاختطاف للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي الغربي لإذاعته الأولى، لساري بن راشد بن عفرة المطيوعي. حاصل على كأس الخليج في ميدان الوثبة، حاصل على سيارة في الكويت، حاصل على أفضل توقيت في المرموم. ما شاء الله تبارك الله، مبلش الخيارين قادم، مبلش الخيارين من دولة قطر قادم. نرى ونتابع. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ينضم لينتزع السيف، لينتزع سيف ومليون في هذا الميدان في المرموم بين ملايين الجماهير. مبلش مبلش يبلش الزمول، مبلش يورط الزمول، يوهق الزمول. مبلش مشاهدينا الاعزاء، اللي حاصل على السيف في جائزة زايد الكبرى، حاصل على الكأس في سباق المونديال. والله تهانينا مشاهدينا الاعزاء للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. ان استمر مبلش وانني ارى خطوره من هجام للسيد سيف بن علي بن كليب. اخطفها يا سيف، اخطفها يا مبلش، اخطفها يا هجام. مبلش وهجام، يلا يا مبلش ابلش، هجام هجام اهجم على مبلش، هجام وسوها مبلش، مجي مبلش هجام، مبلش هجام، مبلش هجام، مبلش هجام. الله مبلش مبلش مبلش. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين من دولة قطر الشقيقة على فوز مبلش بالسيف والمليون في هذا الصباح. المركز الثاني هجام للسيد سيف سالم بن سيف بن علي بن كليب الاشتبي. المركز الثاني عبد الله بن محمد الرميثي. المركز الثالث، المركز الرابع علي بن مانع بدواس العجمي اللي هو الهارب. المركز الخامس رياض لصالح بن حمد بن مقارح المري. هكذا مشاهدينا الكرام يخطف السيف الثاني على أرضية ميدان المرموم بإمضاء وتوقيع مبلش لمحمد بن مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وهذه هي لحظات الإعادة وتوقيته الزمني لمسافة الثلاثة كيلومترات، 13 دقيقة 13 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني هجم هجام على السيف في اللحظات الأخيرة، جاء ثانيا وفق بهذا المركز، يستاهل الناموس أيضا والزعفران. 13 دقيقة 13 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا السيد سالم بن سيف بن علي بن كليب الاجتبي. من جاء ثالثا وراء العملاقين هو مشاهدينا الكرام الشامخ لعبد الله بن مطر بن محمد الرميثي. عبد الله بن محمد